واتساب، التطبيق الأكثر شهرة للترسال الفوري بمليار مستخدم نشط. اليوم نستعرض لكم 10 ميزات بالواتساب ربما لا تعرفونها في التطبيق، فهيا بنا. أولاً، تغيير الخط بالرسائل. واتساب لا يتيح أنواعاً للخطوط، فهو خط واحد فقط، لكن تستطيع تغيير الخط بمجرد إضافة 3 أشرطة علوية قبل الكلمة أو الجملة التي ستكتبها وفي نهايتها، وسيتغير الخط تلقائيا ولن تظهر 3 أشرطة عند الإرسال. ثانيا، تنسيق للخط. عمل بعض التنسيق للرسائل أحيانا قد يضيف عليها شيئا من الاحترافية والتوضيح أكثر، فمن خلال وضع الرمز نجمة قبل وبعد الكلمة أو الجملة ستجعل الكلام محبرا، وبإضافة هذه الشرطة السفلية قبل وبعد النص ستجعله مائلا، وهو ما يناسب عندما يكون النص المكتوب مقتبسا مثلا. أيضا هناك علامة المد، فعند إضافتها قبل وبعد النص سيكون النص يتوسطه خط وكأنه مشطوب. ثالثاً، الرد على رسالة بعينها. مع كثرة الرسائل أحياناً قد نريد توجيه رسالة رداً على رسالة بعينها لمنع سوء الفهم وليكون الرد منظماً أكثر، وذلك ما يمكنك فعله من خلال اللمس المطول على الرسالة المراد التعقيب عليها، ثم الضغط على سهم رد في الأعلى للتعقيب على نفس الرسالة مباشرة. رابعاً، سماع الرسائل الصوتية من سماعة المكالمات. يحدث أحياناً أن تصلنا رسائل صوتية مهمة نحتاج سماعها، لكن قد يكون صخب المكان أو خصوصيته يمنع تشغيلها من السماعات الخارجية، لذا فالحل هنا هو سماع الرسائل الصوتية من خلال سماعة المكالمات عبر تشغيل الرسالة ثم وضع الهاتف على أذنك كأنك تتكلم بالهاتف، وهنا سيتحول الصوت إلى سماعة المكالمات ولا تستجيب الشاشة لللمسات الأخرى وكأنك في مكالمة حقيقية. خامساً، الرسائل المفضلة. أحياناً نقرأ بعض الرسائل أو نشاهد الصور التي تعجبنا ونريد الاحتفاظ بها. الخطوة التي يفعلها الأغلب هو تصوير الشاشة، ولكن الطريقة السهلة للوصول إلى كافة رسائلك المحببة هو تفضيلها، وذلك من خلال اللمسة المطولة على الرسالة ثم اختيار علامة النجمة في الأعلى لتفضيل الرسالة، وهنا سيمكنك العودة لجميع رسائلك المفضلة من خلال واجهة التطبيق ثم الإعدادات ثم الرسائل المميزة بنجمة لتصل إليها جميعاً. سادساً، إخفاء آخر ظهور ومؤشر قراءة الرسائل. ميزة آخر ظهور وعلامة قراءة الرسائل هي ميزتان مفيدتان بالفعل، لكنها قد لا تناسب الجميع دائماً بحسب انشغالهم أو أوقاتهم وما إلى ذلك، لذا يكون أمر إخفاء آخر ظهور ومؤشر قراءة الرسائل أمراً جيداً لهم، وذلك من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية والتحكم في خيار آخر ظهور، بما إذا كان يظهر للكل أم جهات الاتصال الخاصة بك أم أنه لا يظهر لأحد. وبالنزول لأسفل ستشاهد مؤشرات قراءة الرسائل، بإزالتك علامة الصح عنها لن تظهر مؤشرات قراءة الرسائل لدردشاتك، وننوه بأنه مع تفعيل هذين الخيارين لن تستطيع أنت بدورك مشاهدة آخر ظهور لأصدقائك أو مشاهدة مؤشرات قراءة الرسائل، لكنهم سيكونون قادرين على مشاهدتك فقط عندما تكون متصلاً. سابعاً، ميزة التحقق بخطوتين. ميزة التحقق بخطوتين هي ميزة أضيفت مؤخراً للواتساب، وهي مهمة وتضيف أماناً أعلى، فمن خلالها ستضيف كلمة مرور لحسابك بالواتساب وبريداً إلكترونياً، وعند إعادة تعيين حساب واتساب بنفس رقمك فسيطلب منك كلمة المرور إلى جانب رسالة التحقق، ويمكنك تعيينها من خلال الذهاب للإعدادات ثم الحساب ثم التحقق بخطوتين. ثامناً، رابط دعوة للانضمام إلى المجموعات. الانضمام إلى المجموعات يصبح أكثر تنظيماً وعملية مع هذه الميزة، فسيمكنك تعيين رابط لأي مجموعة أنت مشرف فيها، يكون الانضمام من خلال دخول المستخدمين عليه، ويمكنك الحصول على رابط الدعوة من خلال الضغط على اسم المجموعة ثم إضافة مشارك، وستجد بالأعلى الدعوة للانضمام إلى المجموعة والتي من خلالها ستستطيع نسخ رابط الدعوة ونشره للانضمام، وإذا ما أردت إيقاف عمل الرابط فسيمكنك ذلك من خيار إلغاء الرابط وسيتغير تلقائيا. تاسعاً، تغيير رقمك دون فقدان الدردشات. إذا ما أردت تغيير رقمك المسجل بواتساب يوماً ما فلن تضطر لنقل الدردشات أو فقدها، فيمكنك تغيير الرقم بسهولة من خلال الذهاب للإعدادات ثم الحساب ثم تغيير الرقم إلى الرقم الجديد، وستبقى جميع محادثاتك كما هي. عاشراً،
كتم أصوات الدردشة. إذا ما كانت هناك مجموعة ما أو دردشة ما تريد إصمات تنبيهاتها ودردشاتها، فيمكنك عمل ذلك في أندرويد من خلال الضغط مطولا على الدردشة أو المجموعة ثم الضغط على علامة مكبر الصوت بالأعلى. أما في آيفون تسحب الدردشة لليسار أو اليمين ثم اختيار ميوت أو كتم المحادثة مع اختيار المدة التي تريدها، مع إمكانية إخفاء إشعاراتها من لوحة الإشعارات. كان هذا استعراضنا لعشر ميزات بالواتساب قد لا تكون جربت بعضها أو حتى جميعها. نأمل أن تكون قد استفدت منها وتنشرها مع أصدقائك. شكرا على المتابعة، ونلقاكم في حلقة جديدة من توب 10.